أهلا بكم مشاهدين في هذه الحلقة من حوار الساعة. اتهم رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي الإيراني علاء الدين بروجردي الكونغرس الأمريكي بالتخطيط لتقسيم العراق ووصف ذلك بالوهم الأمريكي. ليس وحده، فقد اتهم سكرتير مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي الولايات المتحدة والسعودية بالتخطيط لتقسيم سوريا والعراق واليمن إلى 7 دول. جاء ذلك بعد أن مررت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يفرض شروطا لتخصيص مساعدات عسكرية أمريكية للعراق ويسمح بدعم السنة والكرد دون العودة للحكومة المركزية. هذا المشروع واجه انتقادات واسعة النطاق في الداخل العراقي ورفضا صريحا أعلنه البرلمان العراقي. الحديث عن تقسيم المنطقة وتحديدا سوريا والعراق ليس بجديد، والمخططات والدراسات في هذا الصدد كثيرة ربما، ولكن أن تتخذ الولايات المتحدة الخطوة الأولى في هذا الصدد، هنا لابد أن نتوقف ونطرح التساؤلات حول الأسباب والمآلات والمواقف الإقليمية من هذه الخطوة الأمريكية وانعكاسها على المنطقة. في هذا الموضوع اسمحوا لنا أن نرحب بالسيد سعد الله زارعي، وهو أستاذ جامعي وخبير في شؤون الشرق الأوسط معنا من طهران، وأيضا بالدكتور ريموند تانتر وهو عضو مجلس الشؤون الخارجية الأمريكية وباحث في معهد واشنطن. أهلا بكما. أبدأ منك دكتور ريموند، لماذا الآن يمرر الكونغرس الأمريكي مثل هذا القانون؟ وألا ترون بأن هذا القانون هو يعني يمهد لتقسيم العراق؟ كلا سيدتي إطلاقا، وذلك لأن البيت الأبيض لطالما دعم رئيس الوزراء عبادي، وأيضا لأن الأسلحة كلها تشحن من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحكومة العراقية وقوات الأمن العراقية، فهذه القوات الأمنية في العراق هي من الأولويات القصوى لأمريكا، وينبغي إذن أن نتفهم موقف أمريكا. أمريكا لا تتدخل في الشؤون الداخلية العراقية، ولذلك من الحق الدستوري لأمريكا للكونغرس أن يفقه ماذا يحدث في بلاده. طيب يعني دكتور ريموند، ماذا نفهم إذن من هذا المشروع أو من هذا القانون الذي يعطي الصلاحية للولايات المتحدة الأمريكية بمنح الأسلحة للكرد وأيضا للسنة في العراق دون العودة إلى الحكومة المركزية؟ لقد أقر مجلس الشيوخ مشروع قرار، وهذا المشروع لم يصبح قانونا بعد لأن الرئيس لم يوافق عليه. علينا أن نتذكر أنه ينبغي أن يوقع الرئيس على ذلك، على هذا النص، وما لم يوقع أكثر من 67 عضوا في مجلس الشيوخ على هذا المشروع فلن يصبح قانونا، ويمكن للرئيس أن يطعن في هذا المشروع. ولكن ما أود أن أشدد عليه هو أن الميليشيات الشعبية وأي ميليشيات الشيعة المتطرفين هي أسوأ مشكلة يواجهها العراق. سليماني يتدخل في شؤون إسرائيل، يتدخل في شؤون تكريت، يتدخل في اليمن، يرسل إلى جميع أنحاء المنطقة، يساعد الحوثيين في الكواليس، وذلك ضد الحكومة الشرعية في اليمن. إذن ليست الولايات المتحدة الأمريكية هي مركز المشاكل وهي الهجينة أو هي الخطيرة التي تتدخل، بل من يتدخل هو إيران، جمهورية إيران التي تتدخل. المشكلة العظمى الثانية هي التطرف الشيعي الذي جسده المالكي، الذي سرب لا بل غلغل
الإيرانيين في نظامه العراقي الداخلي. طيب دكتور إرم، يعني إدموند، ربما لم نتحدث نحن ولم نقل بأن أساس المشكلة هي الولايات المتحدة الأمريكية، أنا كنت فقط أتساءل عن مسألة مشروع القرار، وإذا ما كان هناك فعلا مخطط لتقسيم العراق. سأعود إليك، يعني ذكرت عدة نقاط مهمة، ربما من المهم أن نأخذ فيها رأي السيد سعد الله. سيد سعد الله، يعني ذكرت نقاط مهمة من دكتور ريموند، وربما هو يلقي بالكرة في مسألة ما يحدث في العراق واليمن وسوريا في ملعب إيران، ما تعليقك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من ابتداء بداية أود أن أحييكم وأحيي السيد تاندر وأحيي المشاهدين، و في الواقع أنا سعيد بأن يكون هناك حوار حول الأمور المهمة التي تحصل في هذه المنطقة. بالنسبة لما قام به مجلس الشيوخ الأمريكيين، يمكننا أن نقول أن الحكومة الأمريكية من ناحية تقول أنني أنا الحكومة الحاكمة في أنني أعتبر الحكومة الحاكمة في بغداد حكومة شرعية، وإن الجيش العراقي هو جيش شرعي، ومن ناحية أخرى وبالتوازي مع هذا تقوم ب بجعل أو إيجاد مجموعات غير رسمية ومسلحة في العراق، وإن الحكومة الأمريكية ومجلس الشيوخ الأمريكيين يريدون أن يجعلوا من أهل السنة أصحاب قوة عسكرية. وإذا ما أردنا أن ننظر إلى الحكومة العراقية والطرف الذي يجب أن يعتبرها حكومة شرعية، يجب أن يركز على المساعدات في بغداد والمساعدات للحكومة العراقية وللجيش العراقي، وإن ذلك وإن ما قام به الأمريكيون يتنافى كليا مع اعتراف العراقيين بشرعية الحكومة، وأيضا الأمريكيين يقومون بذلك في سوريا. وإذا ما كان من المقرر أن تساعد دولة سوريا فيجب أن يتم ذلك عبر المسار القانوني أو المسار الحكومة السورية. وبالنسبة لتدخل الإيرانيين وتدخل السيد سليماني في المنطقة، يجب أيضا أن أقول أن هناك تناقضا في هذا السياق، فإن الأمريكيين من ناحية يقولون أننا من أجل مواجهة داعش قمنا بإيجاد ائتلاف ما وقمنا بالتنسيق مع بعض الدول، وإننا الآن نقوم بمواجهة الإرهاب، وفي نفس الوقت بمساعدة إيران وبالمساعدات الرسمية من قبل الأطراف الرسمية في إيران، المساعدات التي تم إعطاؤها من أجل تحرير تقليد ومن أجل مواجهة داعش، يمكن اعتبار ذلك تدخلا في أمور العراق. فهنا يمكننا أن نسأل، هل أن الأمريكيين فعلا كيف يأتون ويستنكرون تدخل الإيرانيين ويقولون عن أن ذلك هو تدخل في أمور العراق؟ وفي الواقع نحن نشهد خلاف ذلك فيما يقوله السيد تانتر، وأيضا يمكننا أن نشير إلى ما يحصل في اليمن. فالأمريكيون يدعون أن إيران تتدخل في أمور اليمن، ويمكنكم أن تنظروا إلى الأطراف المتحدة مع الأطراف التي تدخل في تحالفات مع الولايات المتحدة أي السعودية، كيف تقوم بالحملات الجوية على اليمن، وأيضا كيف تقوم بقطع الأبرياء. سيد سعد الله، حتى لا ندخل كثيرا في تفاصيل اليمن، خصوصا وأن موضوع الحلقة يتعلق بمسألة التقسيم سواء في العراق أو في سوريا أو في اليمن، يعني في قضية التقسيم بحد ذاتها. على ماذا تستند إيران عندما تقول بأن هناك مخطط وتحالف بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية تحديدا في مسألة تقسيم العراق وسوريا واليمن إلى 7 دول؟ ب
أنا قد أشرت أن الأمريكيين في حين أن العراق لديه دولة رسمية ولديه جيش رسمي يقومون بالحديث عن إيجاد جيش لأهل السنة وذلك خارج إطار الأطر الرسمية وذلك يعني التجزئة وهو تصرف تسعى فيه الولايات المتحدة خلف التجزئة وأيضا نحن في سوريا قد شهدنا أن الأمريكيين في حين أنهم كانوا يدعون أنهم يريدون ضرب داعش ويريدون أن يدخلوا إلى سوريا ويضربوا داعش ولكن العمليات العسكرية المحدودة التي حصلت في سوريا لم تساعد أبدا على تقليل نفوذ وسيطرة داعش على المحافظات التي كانت تحت سيطرتهم أي الرقة وحلب ودير الزور ودائما كانت تلتفت أو تنتقد الحكومة السورية الرسمية هذا هو التصرف الأمريكي والحكومة الأمريكية في عهد في ولاية السيد بوش كانت تتحدث بشكل صريح عن إيجاد أنظمة جديدة غير الأنظمة التي أوجدت في سايكس بيكو فهذه أمور لا ننسبها إلى الولايات المتحدة بل هي أمور قد تحدث عنها المسؤولون في الولايات المتحدة بشكل صريح وإن سياسات الولايات المتحدة حاليا يمكننا أن نشاهدها تصب في هذا السياق طيب يعني دكتور ريموند دعنا فقط نفهم منك ومن الداخل ومن داخل السياسة الأمريكية هل هناك حقيقة مخطط لتقسيم العراق إلى ثلاث دول وأقاليم يعني دولة للسنة ودولة للشيعة ودولة للكرد لأن يعني نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ تحدث في عام 2006 كان يتحدث عن تقسيم العراق لثلاث دول كونديليزا رايز تحدثت عن شرق أوسط جديد وسيد هنري كاسنجر قال مؤخرا بأن هناك لا مخرج لسوريا إلا إما بانتصار رئيس السوري بشار الأسد أو انتصار المعارضة أو يعني محاولة إيجاد حل ثالث وبالتالي تقسيم سوريا إلى مجموعة دويلات حقيقة هل تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى التقسيم؟ في المنطقة All the people you named كل الأشخاص الذين تحدثت عنهم بايدن تحدث عما تحدث عنه كونداليزا رايس ليست في مصدر قوة أو في أوساط صنع القرار إذن كل من تحدثت عنهم لا قرار لهم الآن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية هو إيصال الأسلحة إلى العراق عبر الحكومة المركزية الولايات المتحدة الأمريكية لا تنسق مع إيران في العراق ولذلك لأن إيران هي العنصر الأكثر زعزعة للاستقرار وذلك بسبب ميليشيات الشيعية المتطرفة التي تزرعها إذن إيران هي المشكلة الكبرى وأمريكا تسعى إلى دعم التحالف العسكري العربي لتمكينه من أن يسيطر على الأوضاع ليس فقط في اليمن ولا أن أتحدث هنا عن اليمن ولكن أمريكا تدعم هذا التحالف من أجل القضاء على داعش وعلى سوء أعمال الحكومة السورية أيضا يعني هل الولايات المتحدة الأمريكية مع التقسيم أم هي مع وحدة العراق ووحدة سوريا ووحدة اليمن؟ إن هذا ما أود معرفته بشكل مباشر الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى وحدة حكومة العراق سلامة الأراضي العراقية القانون سيادة القانون نقطة في آخر الجملة هذا جل ما نسعى إليه في العراق
طيب يعني في حال ما تم إقرار هذا القانون، تقول بأن هذا القانون الآن لم يمرر ولم يقر حتى الآن، في حال تم إقرار هذا القانون ألا يعني في مضمونه تقسيم العراق عندما نقول بأن التسليح سيتم خارج إطار أو من دون الرجوع إلى الحكومة المركزية، سيتم تسليح الكرد وأيضا العشائر السنية؟ No, because the president has to take his pen out. لأن الرئيس عليه أن يوقع على هذا المشروع قبل أن يصبح قانونا، وبالتالي كلا، الولايات المتحدة لا تدعم تقسيم حكومة العراق أو العراق. حكومة العراق هي حليف لنا، هم السيد عبادي صديق لنا، الرئيس أوباما مقرب جدا من العبادي، وذلك لأن عبادي ليس متطرفا وهو عائق يحول دون سيطرة الإيرانيين على العراق. طيب سيد سعد الله، إيران تحذر من مسألة التقسيم وتقول بأن هناك مخطط لتقسيم اليمن، ولكن أيضا هناك من يتهم إيران مثلا على سبيل المثال هي دعمت علي سالم البيض ودعمت الحراك الجنوبي، وبالتالي يؤخذ على إيران بأنها هي من كان يدعم تقسيم اليمن وانفصال جنوب اليمن. بداية أود منكم أن تسمحوا لي بالرد بجملة على ما قاله السيد طاهر، فقد كان يشير إلى أن الأمريكيين يسعون نحو إيجاد أو نحو وضع حلف عربي عسكري مكان الحلف الموجود في العراق، وذلك يعني أن الحلف العسكري العربي يعني الاعتراف بجعل الحرب في العراق حربا طائفية، وهذا الأمر يؤدي إلى تجزئة العراق، ويشير إلى أن هناك نظرة نحو كل طائفة تختلف عن النظرة إلى الطائفة الأخرى، وذلك يعني أن المسار التي تتبعه الولايات المتحدة تجاه الحكومة العراقية يتنافى مع ما تقوله. ومن ناحية أخرى هناك الكثير من الأخبار التي تقول أن الأمريكيين أو الحكومة الأمريكية قد أرسلت ما لا يقل أو قد أرسلت ما لا يقل عن 3000 من سنة الأنبار إلى تركيا من أجل التدريب، وبعضهم قد جاء إلى تركيا وتدرب، وهذا الأمر أيضا قد أشارت إليه بعض المحافل الرسمية في الولايات المتحدة. ولذلك ليس فقط مجلس الشيوخ هو الذي يريد أن يضع هذا القرار أو يجعل منه قانونا من أجل تجزئة العراق، بل إن التصرفات التي تقوم بها الحكومة الأمريكية أيضا تحث على هذا الأمر. ولنعد إلى موضوع الحراك الجنوبي ودفاع إيران أو دعم إيران للحراك الجنوبي، يجب أن أشير إلى أن السيد علي سالم البيض الذي هو القائد الأساسي للحراك الجنوبي يعيش الآن في السعودية، فكيف يمكننا هنا أن نشير إلى أن إيران تقوم بدعم هذا السيد علي سالم البيض وبعض القادة الآخرين في الحراك الجنوبي في حين أنهم يعيشون في السعودية؟ في هذه النقطة، علي سالم البيض كان يقيم في لبنان ويقال بأنه كان يدعم من قبل إيران في المرحلة التي سبقت عاصفة الحزم. الآن في اليمن الحرب ليست حربا أو نزاعا بين الحراك الجنوبي ومنطقة الشمال، بل إنها حرب أو نزاع بين الحروب بين الجيش أو القوى المرتبطة بالسعودية والقوى المرتبطة بالسيد منصور هادي، ومن ناحية أخرى الجيش اليمني وحركة أنصار الله. فهنا ليس الحديث يدور حول الحراك الجنوبي، وليس هنا الحديث يدور حول من دعم الحراك ومن يعارض الحراك الجنوبي.
وليس هناك أي دليل قاطع على أن إيران تدعم الحراك الجنوبي، وإن أكثر ما يثار في وسائل الإعلام الأمريكية والغربية هو أن إيران تدعم الحراك، تدعم أنصار الله. فكيف يمكن لإيران أن تدعم الحراك الجنوبي وتدعم في نفس الوقت أنصار الله؟ وحتى إن الحراك الجنوبي ليسوا جميعا متحدين، وبعضهم أيضا متعلقون بالسعودية. وأنا أعتقد أن هذه الأمور هي أمور معقدة يسعون من خلالها سيد سعد الله. يعني دعني أوضح فقط السؤال، ما كنت أسأل عنه بأن إيران اتهمت في وقت سابق بدعم الحراك الجنوبي وبدعم تقسيم اليمن، لأنها كانت تدعم علي سالم البيض في المرحلة السابقة، وذلك فقط لنناقش مسألة اتهام إيران للمملكة العربية السعودية بدعم التقسيم في اليمن. هذا أمر واضح، فإن السعودية الآن في اليمن تعمل لصالح فريق وضد فريق آخر، وذلك فهي تعمل من أجل أو تحارب في صالح فريق وفي صالح محافظة وضد محافظة أو فريق آخر. وفي هذه الظروف الحربية نحن نشهد أن السعودية والمجلس الحاكم في السعودية يقومون بإعطاء بعض الاقتراحات التي تنص على أن عدن يجب أن تكون مركزا لحكومة السيد منصور هادي، وصنعاء يجب أن يكون لديها حكومة مستقلة، وأن الحراك الجنوبي يجب أن يكون لديه حكومة في حضرموت. وذلك يعني السعي نحو التجزئة. وحتى إن السيد منصور هادي الذي تدعمه السعودية بعد أن طرح موضوع تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم تم معارضته، وإن المحور الأساسي الذي بعث الأمور إلى أن تجر إلى هذا المنحة هو الطرح أو الاقتراح الذي يقوم على تجزئة اليمن إلى 6 أقاليم. ومن هنا يمكننا أن نعرف من هو الطرف الذي يسعى نحو تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم. طيب. إيران لم ترحل بشكل سريع سيد سعد الله، المقتب. ما مصلحة المملكة العربية السعودية في دعم تقسيم اليمن؟ ألن يكون لذلك ارتداد على الأمن السعودي؟ إذا كنا نتحدث عن مخطط لدى الولايات المتحدة الأمريكية كما يقال بتقسيم العراق وسوريا واليمن والدول الأخرى في المنطقة، وبالتالي لن تكون المملكة العربية السعودية بمنأى عن هذا المخطط، ما الذي يدفع المملكة العربية السعودية لدعم التقسيم في اليمن؟ ما المصلحة؟ السعودية لديها نظرية تنص على أنه في حال لم يكن لديها قدرة على السيطرة على كل اليمن فيجب عليها أن تسيطر على جزء من اليمن، والآن السعودية باتت يائسة من أن تستطيع مثل العام 2012 أن تقوم بطرح مبادرة خليجية لليمن، وعندما تجد السعودية أنها لن تستطيع القيام بذلك تقوم بتسليط الضوء على الحراك الجنوبي وتقوم بمساعدتهم من أجل أن يوجد حكومة تحت لواء تجزئة الجنوب أو انفصال الجنوب، وذلك هو من بين المخططات التي تنص على تجزئة اليمن، ويمكن أن يكون لديه تداعيات وإرهاصات سلبية على المدى البعيد على الشعب اليمني. طيب سيد سعد الله زارعي، ابقى معي أيضا، ابقى معي دكتور ريموند. مضطر الذهاب إلى فاصل سريع ونعود بعدها لمتابعة النقاش. مشاهدينا فاصل سريع ونعود إليكم مجددا، ابقوا معنا.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه الحلقة من حوار الساعة. نرحب بضيفينا سيد سعد الله زارعي وهو أستاذ جامعي وخبير في شؤون الشرق الأوسط معنا من طهران، ودكتور ريمون تانتر وهو عضو مجلس الشؤون الخارجية الأمريكية وباحث في معهد واشنطن. دكتور ريمون، أولا هل أفهم منك بأن يعني الرئيس الأمريكي باراك أوباما لن يوقع على مثل هذا المشروع، مشروع القانون؟ ثانيا، صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين أمنيين تقول أن الولايات المتحدة وروسيا تجريان محادثات للتوصل إلى وقف إطلاق النار في سوريا عبر إيجاد صيغة ربما في شكل من أشكال هذه الصيغة تؤدي إلى تقسيم سوريا، سواء في شكل دويلات أو حتى في شكل أقاليم. Number one, United States. أولا، الرئيس أوباما لن يوقع على أي مشروع يفضي إلى تقسيم العراق والحاق الأذى بسلامة أراضيه وسيادته. ثانيا، لا أعرف عما تتحدثين عن تقرير معاريف، ولكن إذا ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا تتعاونان من أجل تقسيم سوريا فسوف أصاب بالصدمة. فهذان البلدان تعاونا من أجل دفع الرئيس أوباما إلى عدم استخدام القوة ضد نظام الأسد بعد مزاعم عن استخدامه للأسلحة الكيميائية. إذن يتكاتف هذان البلدان للحفاظ على سلامة الأراضي السورية، وبالتالي أشك في هذه النظرية. أعتقد أن الرئيس أوباما بدأ يدرك أن هناك مخاطر، أن سوريا بدأت بالتقهقر، بدأت بالتمزق، وذلك بسبب الرئيس بشار الأسد الذي يستخدم أسلحة البراميل المتفجرة في الرقة، الذي يمزق نسيج بلده والذي يدمر هذا البلد مما يحول دون وصول المساعدات، والذي يعزز إمكانيات تمزق سوريا. إذن ما يقوم به الأسد هو تدمير سوريا وليس أمريكا. أمريكا لا تسعى إلى ذلك، ولكن الحكومة السورية هي التي تسعى إلى الحفاظ على دولتها الفاشلة ومد نفوذها عبر الحدود اللبنانية وبسط نفوذها في المناطق المتنازع عليها الأخرى في المنطقة العربية. طيب، دعني أنقل لك دكتور ريمون ما ذكرته الصحيفة، يعني حتى نستطيع نقاش ما جاء فيها. تقول الصحيفة إن السبب وراء ازدياد فاعلية المسلحين على الحدود السورية مع إسرائيل تأتي كجزء لتحسين مكانتهم وزيادة سيطرة هذه المجموعات على المناطق قبل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وتقول بأن كل من الجانب الروسي والأمريكي يفترضون أن القتال في سوريا وصل لطريق مسدود، وأن أي من الأطراف لم ينجح بحسم المعركة العسكرية على الأرض. فمن ناحية تدعم روسيا ما أسمته نظام الأسد وتسعى لضمان استمرار توليه لزمام السلطة، فيما تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الجماعات المسلحة من جانب آخر، وبالتالي الصيغة التي يمكن التوصل لها في هذا الصدد هو تحويل سوريا إلى مجموعة أقاليم تضمن وصول أو يعني ضمان سلطة لبعض المكونات الموجودة في سوريا، مكونات الطائفية والإثنية. Look. Now, the Free Syrian Army has lost. الجيش السوري الحر خسر كثيرا من أعضائه لأنهم التحقوا بالقاعدة. التحقوا بالقاعدة في سوريا. هذه المجموعات التابعة للقاعدة بدأت أيضا بإعلان ولائها لداعش. إذن ما نراه هو شبكة مترابطة ومعقدة
ومتعمدة من الروابط الخطيرة بين داعش والعراق. طيب. إذن لئلا تهاجم هذه القوى بعضها البعض، ولكن أن تهاجم كل من هو ضد النظام. إذن هذه فعلة النظام. ومن هي ما هي القوات الموجودة على الحدود السورية العراقية؟ من كان يسيطر على تلك المنطقة؟ كثير من الجنرالات الإيرانيين الذين قتل أحدهم بعد غارة إسرائيلية. من الذي يحضر للضربات ضد إسرائيل؟ النظام الإيراني. النظام الإيراني هو الذي يقوم بذلك، هو الذي يزعزع استقرار الجولان. ماذا تريد إسرائيل؟ إسرائيل تريد منطقة مستقرة خالية من المشاكل، هذا ما تريده إسرائيل. ولكن فلنعد إلى ما كنت أقوله عن الحوثيين، لم أنهي كلامي عن الحوثيين. هل تريدينني أن أستمر سيدتي؟ طيب، ولكن بشكل مختصر لو سمحت دكتور ريموند، لأنه بالتأكيد سيد سعد الله لديه تعليق على ما ذكرت. نعم، سأتوخى الإيجاز سيدتي، سوف أتوخى الإيجاز. إذن أولا، من يدعم التحالف العربي العسكري؟ أشتون كارتر وزير الخارجية الأمريكي قال إن هذا التحالف هو فكرة سديدة. وزير الخارجية الإيراني قال إن هذه الفكرة سيئة، إن هذا التحالف هو فكرة سيئة. هذا التحالف ليس قوة سنية هدفها محاربة الشيعة، الهدف من هذا التحالف هو القضاء على المتطرفين السنة والشيعة. الشيعة مثل الثوريين في قوات القدس، في فيلق القدس، الذين يعثون خرابا ويسعون إلى تدمير اليمن. طيب، ربما هذه نقاط لأول مرة نسمع عنها دكتور ريموند، عندما تقول بأن التحالف العربي هو أيضا لمواجهة جماعات مسلحة ربما يعني تصفها بأنها هي شيعية. سيد سعد الله، لديك بالتأكيد تعليق، يعني ذكر نقاط مهمة فيما يتعلق بالدور الإيراني في المنطقة دكتور ريموند. وثاني شغلة، يعني والأمر الآخر عفوا، ما ذكرته صحيفة معاريف عن تحالف أو ربما هناك تسوية روسية أمريكية فيما يتعلق ب سوريا، إلى أي مدى فعلا يعني يمكن أن تكون هناك تسوية تضمن لروسيا بقائها في المتوسط ويتم تقسيم سوريا وأيضا في العراق واليمن، على اعتبار بأنه لا توجد مصالح كبرى لدى روسيا في العراق واليمن؟ أعتقد أن السيد أوباما يسعى نحو بروباغندا أو نحو جعل نفسه شخصا يحل المشاكل الحاصلة في المنطقة في نهاية ولايته الرئاسية. وأنا لا أعتقد أن هكذا أمر يحصل على أرض الواقع، ولا أعتقد أن السيد أوباما يريد أن يكون هناك سلام في سوريا. وإن الحل من أجل إحلال السلام في سوريا مثلها مثل أي دولة أخرى، يجب أن يتم الاعتراف بحكومة سوريا أولا، ويجب أن يتم الاجتناب أو الابتعاد عن تجهيز المعارضين وإمدادهم بالأسلحة. وتزامنا، وإن السيد أوباما والسيد بوتين حينما يتم الحديث عن أنهما يسعيان نحو إيجاد حل أو تسوية للمنطقة، نحن نشهد في نفس الوقت أنهم بعض الأقاويل التي تقول أنهم يريدون تجهيز مزيد من القوى من أجل إيجاد الخلافات في المنطقة. وهناك تناقض فيما يقال هنا. وبالنسبة لما قاله السيد تانتر، حيث أشار إلى استشهاد جنرال إيراني في منطقة القنيطرة السورية، يجب علي أن أسأله هنا، هل أين استشهد هذا الجنرال؟ وهل أن الإسرائيليين كانوا موجودين هناك أم إرهابي جبهة النصرة؟ وهل أنه في نفس الوقت
الذي استشهد فيه هذا الجنرال. ألم تكن إسرائيل هي التي من هجمت على تلك المنطقة أو على منطقة في جنوب دمشق وضربت الأنظمة الجوية في دمشق؟ وفي نفس الوقت ألم يكن الإسرائيليون هم الذين قاموا بهذه الضربة الجوية حيث قتل هذا استشهد هذا الجنرال واستشهد معه 6 من أفراد حزب الله؟ وذلك يدل على العلاقة الارتباط بين هذه الأطراف حيث كانوا يقومون بالتعاون مع الحكومة السورية. و إن حضور جنرال إيراني في المنطقة القنيطرة يخالف ما يجري على الأرض أو ما يثار حول سبب حضوره. وهناك موضوع آخر أود أن أشير إليه، هل هناك فعلا اتفاق من أجل أو تسوية من أجل إيقاف الحرب بين السيد بوتين والسيد أوباما في سوريا؟ فمما لا شك فيه إن الحكومة السورية والحكومة الإيرانية سوف ترحب بهذه الخطوة وبهذه الفكرة، ونحن سوف نغض النظر عما أحدثته الولايات المتحدة في سوريا، ويمكننا أن نرحب بهذه. طيب سيد سعد الله، هناك من يتهم إيران بخدمة المشروع الأمريكي للتقسيم، إذا كان هناك فعلا مشروع أمريكي للتقسيم، وذلك يعني هناك من استفاد من أو دوائر صناعة القرار في الدول الغربية استفادت من طموح إيران بالتمدد، وهناك من يسمي يعني يسميها بالأطماع الإيرانية والتوسع عبر دعم يعني حكومات وما إلى ذلك في الدول العربية، وبالتالي هذا فتح شهية أو ربما استفز بعض المكونات الموجودة سواء في سوريا أو في العراق، وهذا يدعم بشكل أو بآخر مسألة التقسيم. ما مدى صحة ذلك؟ أود أن أشير إلى أن هناك كوميديا يمكن أن نشاهدها في المنشورات أو وسائل الإعلام المكتوبة العربية، وهي أن الإيرانيين والأمريكيين يتعاونون فيما بينهم من أجل تضعيف الدول العربية. يجب هنا أن أشير إلى أنه إذا كان هناك طرف ينظر إلى التصرف أو إلى ما قامت به إيران من أجل الوحدة في سوريا ومساعي إيران من أجل تقوية العراق وتحرير المناطق في العراق من سيطرة ونفوذ داعش، واليوم أيضا دعوة إيران لليمن من أجل أن تأتي جميع المجموعات التي توافق أنصار الله والمجموعات التي تعارض أنصار الله دعوتهم من أجل أن يأتوا. اسمح لي سيد سعد الله، يعني ما كنت أتحدث عنها وما كنت أسأل عنها ليس تحالف أمريكي إيراني، ما كنت أتحدث عنه بأن هناك من يقول بأن الأطماع الإيرانية في المنطقة حفزت أو ربما قدمت نماذج سيئة أدت إلى وجود رغبة لدى بعض المكونات السياسية في الدول مثل العراق وسوريا نحو الانفصال، هذا ما يقال. الأمر الآخر والذي يهمنا أن نسلط الضوء عليه، في حال تقسيم العراق وسوريا كيف سيؤثر ذلك على الأمن القومي الإيراني؟ في إجابتي على هذا السؤال
لو لم يكن هناك مساعدة من إيران للحكومة السورية والحكومة العراقية لم تكن العراق وسوريا فقط لتقسم إلى دول صغيرة تختلف فيما بينها فقط، بل إننا كنا سنشهد تهديما أو إزالة كاملة لسوريا والعراق. وحتى أننا في السابق كنا نشهد كيف أن داعش قد اقتربوا أو قد احتلوا ما يقارب 60% من أراضي العراق أمام نظر الأمريكيين، وإن الجيش العراقي والشعب العراقي هم الذين حالوا دون تجزئة وتقسيم العراق، وذلك أيضا حصل في سوريا. وما يثار حول أن تصرف إيران هو الذي شجع أو حث على إيجاد أطراف تسعى نحو التجزئة والتقسيم فذلك ليس صحيح. ويمكنكم أيضا أن تأخذوا آراء بعض أو آراء الشعوب في هذه المنطقة حول تصرفات إيران، هل أنها كانت فعلا تصرفات أو إجراءات تسعى نحو حل المشاكل في المنطقة، أو أنها كانت تسعى نحو تصعيد وتأزيم هذه المشاكل. أنا أعتقد أنكم إذا ما قمتم بهذا الأمر فإن الشعوب كلها سوف تقول أن إيران كانت تسعى نحو حل هذه المشاكل. ونحن نعتبر أن أي تجزئة أو أي تقسيم لمناطق أو دول المنطقة قد تضرنا، وإن هذه الأطراف سواء كانت صديقة بالنسبة لنا أو لم تكن صديقة نحن ندين أي مساع من أجل تشتيتها أو تجزئتها، ونحن ندافع أو نتعاون مع أي أصوات تطالب بالتوحد والوحدة في هذه المنطقة. نحن نعتقد أن سايكس بيكو هي أبعد من أن تكون منحصرة فقط في هذه المنطقة، ولكن في هذه الأثناء نسعى أن نقبل بما قيل آنذاك والحدود التي رسمت آنذاك. سيد سعد الله، بشكل سريع ومختصر، ألا ترى بأن المنطقة في الأساس قسمت، يعني أساسا إذا جئنا على صعيد الجغرافيا في العراق، العراق إذا لم يكن يعني هو مقسم، هناك مناطق سنية ومناطق شيعية ومناطق كردية، أيضا في سوريا هناك مناطق سيطرت عليها المعارضة في سوريا، ويعني إذا أردنا أن فقط يعني رسم الخريطة في سوريا سنرى بأن فعلا هناك تقسيم في سوريا على صعيد الجغرافيا، فالمنطقة يعني حقيقة على أرض الواقع مقسمة. لم يعترف أحد رسميا بهذه التجزئة وهذا التقسيم، لا أمريكا ولا إيران ولا حتى أي دولة من الدول المركزية والرسمية. وما حصل إلى الآن هو يمكننا أن نعبر عن أنه حالة من الفوضى، ولن تستمر هذه الفوضى. وخلال الأشهر الماضية قد شهدنا تحرير محافظة صلاح الدين ومحافظة ديالى، وحتى في سوريا الكثير من المناطق التي كان يسيطر عليها الأفراد الذين يطالبون بالتجزئة قد تم أو التقسيم قد تم تحريرها. لا يمكننا أن نتحدث هنا عما حصل على الأرض إلى الآن، بل يمكننا هنا أن نشير إلى أنه هل يعترف أحد؟ طيب دكتور ريموند، أين موقع داعش مما يحدث؟ داعش تسيطر على رقعة جغرافية بين سوريا والعراق وكأنها تفرض جغرافيا جديدة، هل بهذه الجغرافيا التي تفرضها داعش نحن أمام شكل جغرافي جديد بين سوريا والعراق؟ نعم. الدولة الإسلامية محت الحدود التي رسمتها اتفاقات سايكس بيكو في عام 1920. حسنا، ما قامت به داعش
قامت به في حين كانت البلدان نائمة. أمريكا كانت نائمة، العراق كانت نائمة، كل البلدان كانت نائمة في حين استفاقت داعش. داعش ولدت بسبب تغلغل الإيرانيين في القوات العراقية. لقد شاركت مع اجتماع مع الإيرانيين اليوم في اجتماع ما، وتم الحديث عن مناطق شيعية ديمقراطية في العراق. لقد طرح كثيرون أسئلة علي، أسئلة طرحها أيضا لبنانيون شيعة حياديون وسطيون منزعجون من هذا الوضع، وهم حريصون على الحفاظ على سلامة واستقرار العراق، ولكنهم مستاؤون لأن كثيرين من الإيرانيين لا يزالون في مخيم الحرية في العراق. إذن فلأعد إلى نقطة أساسية. يعني لدي فقط ربما دقيقتين حتى نهاية البرنامج. في ظل الفوضى التي تعيشها هذه المنطقة، المنطقة العربية، كيف ترون أنتم في الولايات المتحدة؟ هل نحن أمام تغير في الجغرافيا؟ هل الجغرافيا السياسية في المنطقة ستتغير أم ستبقى كما هي؟ مستقبل شكل الجغرافيا السياسية في المنطقة من وجهة النظر الأمريكية؟ من وجهة النظر الأمريكية تسعى داعش إلى محو الحدود بين سوريا والعراق، ولكن ما قامت به أمريكا هو إنشاء هذا التحالف، هذه القوات العربية المسلحة المشتركة، من أجل دحر تقدم داعش. وبعد دحر داعش فسوف يكون من الممكن تدميرها، ويمكن بعد ذلك العودة إلى حدود سايكس بيكو. دكتور ريموند تانتر، عضو مجلس الشؤون الخارجية الأمريكية والباحث في معهد واشنطن، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا في هذه الحلقة. شكر موصول لك سيد سعد الله زارعي، وأنت أستاذ جامعي وخبير في شؤون الشرق الأوسط، كنت معنا من طهران. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من حوار الساعة، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.